آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم أن تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم لا ينتهي منهم الأنفاق من قوم الفرق والقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكن له وعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قلبا حسنا ويرضى عباده ويرضى عباده له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقدم من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فضرب بينهم بحور له باب في إرماد وزائره من قوم العذاب ينادون ولم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم بدلتم أنفسكم أنفسكم وتربتم وارتبتم وغرمتم أماني أماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشعكم قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق
وما رأوها أقرئ آياتها
يا أيها الذين
واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فامسحوا ويمسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فأيقنوا أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة وإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنه أمواله ولا شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون استوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك هم الشيطان ألا إن الشيطان هم الخاسرون إن الذين ينادون الله ورسوله أولئك في الأجنة كتب الله لأغلبن وعد ورسله إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك
والذين جاءوا
Thank you.
you.